السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناة السرشاجي. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية ان شاء الله. بصوا يا جماعة، في الفيديو ده انا هشرح لكم ازاي، او هشرح لك ازاي تستخرج بيانات من على اي ويب سايت على اكسل شيت بدون كود. يعني انت مش تكتب كود، مش تكتب كودينج، مش تعمل اي حاجة. كل اللي انا هستخدمه ان انا استخدم برنامج من شركة مايكروسوفت. البرنامج ده بطريقة معينة او بطرق معينة ان انت هتقدر تسحب بيه الداتا من على الويب سايت ان شاء الله بسلاسة، وهتبقى الدنيا كويسة جدا. وكل ده خليك فاكر ان ده بدون كود، يعني انت مش تكتب اكواد، مش تكتب معادلات. لو انت مش فاهم حاجة في الاكسل، لو انت مش فاهم حاجة في المعادلات في البرمجة، دي مش تحتاجها، لان انا كمان مش فاهم حاجة في البرمجة كتير. فالموضوع كله بيبقى يعتمد على ان انت بتختار خطوات معينة وبتكتبها او بتعملها بطريقة معينة، بحيث ان البرنامج يفهم انت عايز تعمل ايه. فكل ده ان انا هعمله. طب ايه ده ممكن استخدمه في ايه؟ يعني انا مثلا انا بعمل ايه؟ انا كمحمد تحسين بخش على اي مواقع افلام، وبروح منزل كل الافلام التايتل اللي هو العنوان بتاعها والمدة، وكمان الريت اللي هو واخدين 5 من 10، 6 من 10، وهكذا، والصوره بتاعت الموقع اللي هو لينك الصوره على اكسل شيت. طب ده بعمل بيه ايه؟ بروح داخل بدور مثلا على حاجه، مثلا لو انا عايز انام مثلا واتفرج على فيلم، مثلا فيلم مثلا ما يعديش الساعه، ساعه وربع، اروح داخل مفلتر على الساعه وربع، واروح رافعها، واروح قصدي مدور على الريت بتاعه. مثلا الريت مثلا واخد 7 من 10، 8 من 10 على اي ام دي بي. وبعد كده اروح مدور على التايتل ده او اسم الفيلم ده، وعلى اي موقع افلام، واتفرج على الفيلم. فده الموضوع ده بيفيدني. طب بيفيدني في ايه تاني؟ مثلا لو انت مثلا عايز تسحب داتا مثلا كتب معينة PDF، عايز تعرف مثلا مقالات، مثلا تنزل التايتل والديسكريبشن واللينك بتاع العنوان ده او اللي هو المقال ده، ولو عجبك المقال تروح داخل على اللينك وتفتحه على جوجل كروم او على ايدج او على اكسبلورر او اي حاجه، ويفتح معاك. الغرض من الموضوع ده انك تعرف تستخرج حاجات من على المواقع بس بدون برمجه. فخليك معايا وان شاء الله ان شاء الله تستفيد. ولو عجبك الفيديو اتمنى ما تنساش تعمل لايك وتشترك معايا في القناه. انا اسمي محمد تحسين، ما تنساش الاسم ده. شكرا جدا ليكم، ويلا بينا على الفيديو. ليك انك هتيجي هنا كده وتكتب تيجي لو انت مش منزل البرنامج نزله، هتلاقي هينزل من على مايكروسوفت ستور، اسمه يفتح بس كده مايكروسوفت ستور، اسمه باور اوتوميت. هو ده البرنامج. انا كده كده طبعا انا اهو انا كده كده منزل البرنامج ده عندي، فانا هعمله كل اللي انا هعمله ادوس اوبن. يعني لو انت مش منزله اعمله انستول ونزله عندك. ده اسمه باور اوتوميت، تمام. نفتح بس البرنامج اهو، نقفل دي كده ونفتح البرنامج. شكل البرنامج اول ما انت تفتحه، طبعا هتعمل له ساين ان المايكروسوفت ايميل بتاعك. لو انت ما عندكش كاريت ايميل عادي، ده مش محتاج، ده فري عادي خالص. كل اللي هتعمله انك هتيجي هنا، وليكن انا عندي الاول ده شويه يعني موقع للمقالات اللي انا عايز اتفرج عليها، مقالات اللي هي علميه وكده، بتفيدني كتير قوي ان انا ساعات بقعد اتفرج عليه. فانا بدل ما افتح كل ده واقعد ادوس اظهار المزيد اظهار المزيد، لا انا اسحبهم كلهم على اكسل شيت، وهتشوف دلوقتي انا اسحبها ازاي. فالموضوع هيفيدك عشان بعد كده لما يعجبني اروح داخل على اللينك ويفتح لي على طول، تمام. كل اللي هعمله اروح فاتح بقى البرنامج ده، واروح دايس على نيو فلو، واجيب مثلا اي حاجه مثلا زي استخراج البيانات، تمام، وندوس اوكي. فتح لي استخراج البيانات اهو، بيفتحه لي اهو. انا لسه ما دوستش على اي حاجه، هو يعني كل ده يفتحه لسه، تمام. ده بعد ما البرنامج اتفتح اهو، بعد ما كريت نيو فلو. كل بقى اللي انا عايز بقى اركز بقى معايا بقى في اللي انا هعمله ده، عشان الموضوع ده هيبقى فيه يعني
شوية تفاصيل كتير. نعمل بس دي انجلش شوية عشان انا كان اشتغل. بص الموقع ده انا عايز اسحب الاسم والديسكريبشن او الشرح واللينك بتاع الصورة وكمان لينك المقال ده، بحيث لما انا اجي افتحه يتفتح على طول، وبعد كده يجيب لي اظهار المزيد وادوس على اظهار المزيد وهكذا. طب دلوقتي انا هعملها ازاي؟ بص بقى انا هعملها بطريقة حلوة قوي ان شاء الله. بص يا جماعة، اول حاجة انت عايز تعمل ايه؟ انا عايز افتح كروم، يبقى نكتب هنا مثلا كروم اللي هو لانش نيو كروم او اللي هو جوجل كروم، اهو هعمله كده. هيجي لي هنا بيقول لي نيو انستنس ولا اتاتش تو رانينج انستنس. نيو انستنس اللي انت لو عايز تفتح الكروم من اوله خالص، يعني يفتح لك كروم من اول خالص. فانا كده كده الموقع ده كده كده مسجله عندي، فانا هقول له اقول له انا عايزه اتاتش تو رانينج اللي هو اللي شغال. يقول لي تايتل، لا انا عايز اقول له باليو ار ال. اليو ار ال اهو، ونروح واخدين اليو ار ال ده كده كوبي، ونيجي هنا ندوس كليك يمين في بيست، تمام. وكده قال لي باليو ار ال، واروح ده سيف. فكده كل اللي عليه ان هو اتاتش تو كروم اللي هو الموقع ده. طب هنعمل ايه بعد كده؟ هنروح قايلين نيجي هنا في حاجه اسمها اكستراكت داتا. اكستراكت data from web page اهو، extract data from web page. طب هنعملها ازاي؟ هقول لك بقى نعملها ازاي. هنيجي اول حاجه بيقول لك store data، ان احنا نعملها store data في variable ولا تكون على excel. هقول له لا انا عايزها على excel sheet، excel spreadsheet. وبعد كده مندوس save، اوعى تدوس save. هنروح جايين هنا الاول، نقف هنا لحظه، هتفتح لنا اللي هي الويندو دي. لما تيجي تقف على السعي دي، السعي وراء السعاده، وروح دايس كليك يمين، يقول لك انت عايز تعمل ايه؟ اقول له كده دوس كليك يمين واقول له اكستراكت اليمنت، اللي هو يبقى اخد الاول التكست اللي هو اسم المقال ده، وبعد كده اخد الديسكريبشن، دوس كليك يمين برده اكستراكت، واروح دايس برده على التكست اللي هي ناخد برده الديسكريبشن او الشرح. وبعد كده نيجي عند الصوره، نروح دايسين كليك يمين، ممكن كمان ناخد الصوره، الصوره كمان اهي اخر حاجه خالص. بعد كده نروح جايين هنا كليك يمين وناخد اللينك اللي اسمه اتش ار اي اف، اهو اتش ار اي اف ده، تمام. فكده احنا خدنا اربع حاجات، ادي الاسم العنوان بتاعها، وبعد كده جبنا الديسكريبشن او الشرح، وبعد كده خدنا لينك الصوره، وبعد كده خدنا لينك المقال نفسه. طب نيجي ننزل عليه بعدين كليك يمين، لو تلاحظوا خدوا اربع حاجات، ادي واحد اتنين تلاتة اربعة. لما ادوس كليك يمين على التانية وادوس كده، لو تلاحظوا خد كل حاجة، او حتى بص الداتا دي كلها تسيف تاني، كل الداتا دي. هو الفكرة في الباور اوتوميت بيعمل ايه؟ بيدور على باترن. باترن يعني نمط، اللي هو بيشوف انت هتعمل كام حاجة وابتدي يعمل زيها. طب دلوقتي احنا مشينا على كل ده والدنيا بقت كويسة جدا. طب ننزل تحت، ننزل تحت، ننزل تحت، هيظهر لنا اظهار المزيد. اظهار المزيد دي هنروح بقى كده ندوس دي، هتبقى دي اللي هي كل ما تدوس عليها يفتح لك صفحات تانية، كل ما تدوس عليها يفتح لك صفحات تانية. فهنيجي نعمل ايه؟ هنروح جايين كده عليها كليك يمين، وبعد كده ست element as pager اللي هي دي تبقى البيجر، ان انت تقعد كل ما تدوس نكست يظهر لك حاجات تانية، تروح دايس ست element as pager اهي، وبس كده. كده احنا خلصنا، كانت دوس فينش. وبعد كده يقول لك دي مش محتاجه انك تغير فيها حاجه، يقول لك اكستراكت داتا from only the first. لا قول له لا انا عايز when all available، كله الافيلبل، تمام. ودي كلها دي زي ما هي، ودوس سيف، تمام تمام تمام. والبرنامج اهو، هنروح نايسين كده نعمل ريفرش عشان ما يبقاش في حاجه احنا خدناها. اهو ده الموقع اللي احنا كنا داخلين عليه، موقع كويس، موقع بتاع علوم كويس جدا اهو، بحب اتفرج عليه. واروح جاي هنا واروح دايس كلمه ران، بص ايه اللي هيحصل. انا هدوس ران واخلي الماوس اهو قدامكم عشان مش هتحرك قصادي. كل اللي هو بيعمله ان هو بيعمل راننج اهو، يقول لك اول حاجه انا هبتدي افتح الموقع اللي انت قلته لي اهو، انا كل ده الماوس اهو، ويبتدي ياخد الحاجه. بص لو تلاحظوا داس على ران على اهي، بص ابتدى يدوس على اظهار المزيد، لو تلاحظوا ابتدى يدوس اظهار المزيد، خدتوا بالكم اللقطه دي اهي اهي، قاعد يدوس على اظهار المزيد، فاهمين اهو. وكل ما يدوس على اظهار المزيد هو عمال ياخد الداتا كلها، خدتوا بالكم؟
اهو هتلاحظوا هنا في حاجة اهو اهو، وادي الاكسل شيت ابتدى يترفع اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، نروح عاملين دي كده، نعمل دي كده نخليها في النص. بصوا يا جماعة ايه اللي حصل، اللي حصل ان هو جاب لي السعي وراء السعادة والاسامي بتاعتها، وبعد كده جاب لي الديسكريبشن بتاعه، عشان طبعا الديسكريبشن ده كبير جدا اهو، حجم الديسكريبشن كبير فاهو تمام، وجاب لي اللينك بتاع الصوره، وبعد كده جاب لي اللينك بتاع الموقع. طب تعال نشوف مثلا السعي وراء السعاده ده، ندوس عليه كليك يمين كده، او ناخد دي كده كوبي اهي اهي، دوس على دوست عليها كده بس ان هو يفتحها لي كهايبر لينك اهي. طب ندوس كده على الهايبر لينك ده، ايه اللي هيحصل؟ بصوا السعي وراء السعاده، خدتوا بالكم اللقطه دي؟ وبعد كده تقعد تقرا الكلام ده كله، وهكذا تقعد تفتح فيه الحاجات دي كلها. بص لو تلاحظوا من الاول خالص، بص عمل ايه؟ السعي وراء السعاده، التصميم الذكي في الطبيعه، ذكاء المستقبل اللي يمكن تمييزه اهو اهو. فاهمين قصدي ايه؟ كل دي تفاصيل. نزل لي كام حاجه؟ نزل لي 576 مقال في اقل من دقيقتين، كل ده عملها لي. فانت كل اللي هتقدر عليه ان انت تيجي تخش كده، هتيجي تبص كده الترحال في الفضاء والمستقبل، ذكاء الاخطبوط، ولحد ما يعجبك حاجه تروح جاي هنا، لماذا تموت النحل بعد اللسع مثلا، وهكذا. تروح دايس على دي، تاخد اللينك بتاعها ده كده كوبي كوبي، وتيجي هنا عند ما اهو، تفتح كتابه جديده وتروح عامل دي كده. ده دي الصوره، معلش دي اسف، دي الصوره. بعد كده هناخد، قصدي اهي، ناخد اللينك اللي جنبيها اهو، حتى كمان جاب لكم لينك الصوره كمان، عشان بس تبقوا انتوا فاكرين الجمله دي اهي. نروح دايسين كده، لماذا تموت النحله بعد اللسع، ويبتدي يفتح لك اللينك بتاعها، وجاب لك حتى الصوره بتاعتها. الموضوع ده يا جماعه جميل جدا، وكمان في اوبشنز كتير جدا جدا جدا، في حاجات كتيره جدا تقدر تفيدكم. في حاجات ان انت كمان تستخرج التكست اللي في البي دي اف، لو انت مثلا بتفتح بي دي اف اهو، يقول لك اكستراكت تكست فروم بي دي اف، حاجات كتيره جدا تقدر تفيدكم، وتعملوها بطريقه اوتوميت، اللي هي اسمها باور اوتوميت، اللي هو بيعمل اوتوميشن، او اللي هو اوتوماتيك، تبقى حاجه تبقى شغاله لوحدها. بس كده يا جماعه، فلو عجبك الفيديو، لو عايز اي تفاصيل تانية، او اي كومنتات تانية، او اي تعليق تاني، ابعته لي وانا ان شاء الله اقدر اعمله لكم. فدي حاجه كنت انا بستخدمها، فشكرا جدا ليكم، وكان معكم محمد تحسين من قناه سرشاجي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.